بعض عدة حالات هنا على مستوى ولاية كافنا. اليوم الحمد لله أي دولة تكفلت بالانشغال هذا مع على المواطنات لا يأخذوا الحد والحيطة إن شاء الله نقللوا من هذه الأحداث اللي أراها تصيب بأرواح المواطنين كل يوم. بسم الله من هذا الكشف من مستوى ولاية كافنا على بركة الله. بسم الله هذه ملبيه يعني انه خطر